أنا اشتغلت في حروب تانية وفي أماكن تانية وفي مكان يعني زلزال ودي أوحش مكان رحته في العالم وفي حياتي. يعني بقالي 30 سنة بشتغل، رحت زي كنت في حرب العراق، وكنت ساعدت مع الحرب بتاع سوريا، ورحت برضو حتى كنت وأنا طالب رحت لساراييفو في البوسنة، وما شفت الوضع زي ما كان دلوقتي. إلا الناس اللي بيتوفوا تقريبا يعني 70-60% على الأقل من المرضى اللي بيصابوا، يعني اللي بيعيشوا اللي بيوصلوا المستشفى وحالتهم وحشة يعني فوق زي 60-70% بيتوفوا. في حروب تانية يعني شوف زي الحرب اللي أنا كنت فيه في العراق، بس 10% اللي بيوصلوا من المستشفى بيتوفوا. فمن 10% ل70% ده فرق كبير قوي. واحد لازم يرجع 100 سنة عشان يشوف حرب الطريق ديت، إن إمكانيات مش بس مش موجودة بس ممنوعة.